برمجة ثرية ومتنوعة في الدورة الرابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس التي تحتفي بالدمى المتحركة بأكثر من 30 عرضاً. العروسة قولوا ماريونات فن وحياة، وأحسن مساج هي أنك تعيش الحياة كبار وصغار، تجمع كبار وصغار، وهذا يميز فن العرائس. شارك في هذه العروض حوالي 100 فنان من تونس ومن دول أخرى. الحب ينقذ العالم، هذه هي الرسالة التي أريد إيصالها من خلال فن الدمى المتحركة وهذا العرض. قم بالخيار الصحيح في حياتك، لا يجب أن تنتظر كثيرا. أغلب العروض كانت موجهة للأطفال الذين حضروها متفاعلين بشكل كبير مع الفنانين ودماهم المتحركة. فما ترفيه وفما عروض ترفيهية وتثقيفية، معناها فيها ثقافة للصغير باش يتعلم، وزيد فيها فن صغير ولا يحب يصنع العروسة، فهمت، يحب يصنعها. وهذاك علاش جبت انا معناها المرة الثانية تو الأطفال باش يشاركوا. تو تفرجنا في العرض الأول كان ممتاز، وهذا العرض الثاني تفرجنا فيه، وتو العرض الثالث. أجواء المتعة والترفيه كانت طاغية في كل أركان مدينة الثقافة التي احتضنت هذا المهرجان. أيام قرطاج لفنون العرائس يسلط الضوء على أهمية هذا الفن وكيف يمكن أن يبث الحياة في الدمى فتتحرك لتتواصل مع الجمهور وتوصل الرسائل الهادفة للأطفال. من تونس، نسرين رمضاني، هنا القاهرة عاصمة الخبر.